اهلا بك. بداية دكتور أحمد، يعني حضرتك كنت ضابط احتياط في جهاز الحرب أو سلاح الحرب الإلكترونية. هل مهمة حضرتك بدأت يوم 6 أكتوبر ولا بدأت قبل 6 أكتوبر؟ لا، في الحقيقة قبل 6 أكتوبر بكتير. يعني بص حضرتك، يعني هرجع لورا شوية وهقول لحضرتك إن هزيمة 67 يمكن كان أحد الأسباب الرئيسية فيها ان ما كانش فيه التجنيد بخريج الجامعه او الجامعيين بيخشوا الجيش الا في اعداد ضئيله جدا، لكن بعد هزيمه 67 اتفتحت التجنيد للجامعيين او للاكاديميين بصفه عامه او للناس المتعلمه بصفه عامه، فحدث نوع طفره نوعيه في نوعيه العسكري الجندي المصري. انا ايامها كنت معيد في الجامعه، تم تجنيدي كضابط احتياط. سنة كام؟ أنا خريج 67، خريج النكسة، لكن اتجندت سنة 69 في عز فترة الحرب الاستنزاف. فلما جندت وأنا أساسا أستاذ لغة عبرية، فعلى طول اشتغلت بالتخصص. الطفرة النوعية اللي حصلت هنا بقى إيه؟ إن بقى في ناس جوه الجيش بتشتغل بالعبري بدرجة تمكن عالية ما كانتش موجودة يمكن سنة 67 أو كانت موجودة بدرجة أقل. فاللي حدث بالظبط بقى إيه؟ إن أنا ممكن أحكي لك بقى ما حدث في أثناء حرب الاستنزاف وإزاي الدور اللي لعبته اللغة. وأنا بعتبر هنا إن إحنا كناس، يعني أنا مش جندي مقاتل، لكن أنا بقاتل على جبهة أخرى. أنا بقاتل على جبهة اللغة، والقتال على جبهة اللغة قد يكون أشد ضراوة من القتال في ساحة القتال. يعني احنا ما احناش وجود مقاتلين، لكن عايشين معاهم من خلال معايشة اللغة او من خلال اللغة. طيب، اللي حدث بالظبط تفضلي. لا، يعني وقت ما حضرتك تم تكليفك وبقيت ضمن سلاح الحرب الإلكترونية سنة 69 بدأت عمل على طول. بدأت وقتها على هنا الإسرائيليين كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيتكلموا إزاي بعد طبعا ما حققوا انتصارهم في ما هو بص أنا أقول لحضرتك، هما في الوقت ده طبعا هما في ذروة النشوة بالنسبة لهم، إن هما محققين انتصار وإن الجيش المصري في حالة هزيمة وفي حالة تراجع نفسي. اللي حدث بالظبط إن الطفرة اللي حصلت في الجيش المصري دي عملت لهم نوع من الأول كده نوع من الاندهاش، لكنها أصابتهم بالصدمة في الحرب بعد كده. يعني الفترة اللي هي فترة حرب الاستنزاف دي، احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا ما كناش بنتعامل معاهم وجها لوجه، لكن كنا بنتعامل معاهم من خلف ستار، يعني من خلال الأجهزة، من خلال الاستماع. كانوا بيقولوا ان انا قاعد على كان بيعمل ايه؟ يعني انا ممكن اقول لحضرتك ان مثلا يعني هو كانوا واخدين حريتهم تماما، هو عارف، هو مدرك، لان دي معروفة في الحروب ان انا بتصنت عليه وهو بتصنت عليا، واحنا مدركين ان احنا الاثنين بنتصنت على بعض. لكن المشكله كانت في ايه؟ ان هو فوجئ بان اللي قاعد بيتصنت عليه الناحيه الثانيه على مستوى من الادراك وعلى مستوى من الوعي يستطيع انه يحلل ما بين السطور. طب هو عارف ده منين؟ ان بدانا نجيب معلومات هو ما بيقولهاش، لكن بنحللها. فيعني احنا يعني حد لحضرتك نموذج مثلا، ان كان في مناوره مره بتتم في جنوب سيناء، مناوره عسكريه اسرائيليه. المناوره دي احنا غطيناها بالكامل من خلال الاجهزه. من يعني ممكن لو قلت لحضرتك ان احنا كنا بنغطيها 20 ساعه في اليوم، وهي لمده اسبوع. هم بيناموا 4 ساعات، احنا نايمين معاهم ال4 ساعات وصحيين معاهم ال20 ساعه. بتحتاج كفاءه عاليه جدا في اللغه، بتحتاج ستاف كامل شغال ما بين جمع المعلومه وتحليلها. يعني في الفتره دي حضرتك قول لي كده رساله ما تنساهاش. ما انا هقول لحضرتك، اللي حدث بالظبط ان انا كنت قاعد هما بيتكلموا مع بعض على الجهاز، بيبعت برقيه عاديه، فبعت برقيه، البرقيه استلمها وخلاص وقفل معاه الجهاز. قال فيها ايه طيب؟ ولا حاجه، بيقول له يعني مش هقول الرقم يعني، لا، قال له رقم كذا هيوصلك النهارده الساعه كذا، جهزوا له عربيه في المطار. فاللي حدث بالظبط ان رجع بعد فتره، بعد 5 دقايق كده، فتح الجهاز تاني وقال له عيد تشفير البرقيه تاني. فقال له البرقيه سليمه، وعدها له تاني. فرجع فتح معاه قال له القائد عندي بيسالك الرقم ده مظبوط؟ فانا حسيت وانا على الجهاز ان دي مش مجرد برقيه عاديه،
ان دي برقيه وراها حاجه تانية. فاخترنا القياده بتاعتنا في القاهره ان الرقم ده يعني قد يكون مش ايديا، لانه الخطوره اللي هم شافوها وهم بيكلموا بعض على الجهاز، خاصه وان الولد هو بيختم المكالمه قال له حاجه. انا ليه اللي خلاني قلت ان هو مش ايديا؟ ان الواد من كتر ما فتحوا الجهاز وقفلوه مع بعض ويقول له شفر وعيد وعيد والكلام ده، فالواد ضحك وقال له ايه ابو نضاره. فراحوا ضحكين وقافلين الجهاز. فهو مجرد ما قال ابو نضاره انا بلغت القياده وقلت له ابو نضاره ده اللي هو المنوكل بتاع مش ايديا، يبقى الرقم ده بتاع مش ايديا. وكان التحليل صح، وطلع التحليل صح فعلا. ودي يمكن كانت احدى انجازات اللغه بقى هنا في حرب 73، ان احنا داخلين حرب 73 وشفره القياده الاسرائيليه، الكود بتاع القياده الاسرائيليه كله مكسور. تمام. ومين اللي كان هيكسره في الحاله دي الا بتاع اللغه؟ ومش مجرد لغه بقى، في السنسبل او الاحساس بما بين السطور داخل اللغه. طيب هنقف عند المرحله دي وبعدين هننتقل للمرحله 73.